طيب، برحب مرة تانية بالكاتب الصحفي أستاذ أكرم القصاص، رجع لنا مرة تانية. أستاذ أكرم أهلا بيك. والحقيقة كنا بسأل حضرتك على جزئية مهمة، هي جزئية الموائمات السياسية. حتى الرئيس كان بيتكلم وجه كلامه أعتقد كان دكتور مدبولي، بيقوله على فكرة المصارحة دون النظر إلى أي موائمات سياسية أو موازنات سياسية. هو الرئيس من مدرسة المصارحة وإتاحة المعلومات بشكل واضح، انه يبقى الشعب لديه الوعي الكافي جدا ان هو يدرك ده، انه شعب واعي وتحمل ويقدر يتحمل، بس يبقى عارف ان احنا بنعمل ده ليه وبندفع فيه كام ونقدر نكلفه ازاي، زي ما انا بدير الحياه في البيوت وفي كده. وفي نفس الوقت الحقيقه الجزئيه المهمه جدا بتاعت الحوار الوطني، وان احنا عاملينه فعلا للتنوع والتعدد، وان في اراء، وانه في اراء مهمه جدا اتقالت في الاقتصاد صح، او في السياسه او في البناء، وانه ده طريق جاد جدا. والرئيس لما دعا لده ان احنا في مرحله سياسيه جديده فيها التنوع والتعدد. ودايما يمكن انا كنت بقول قبل الخط ما يقطع انه الفكره هنا مش انتخابات، الفكره هنا ان احنا بنبني سياق عام سياسي موازي للسياق الاقتصادي والبنية الأساسية، يبقى في بنية أساسية سياسية فيها تنوع واسع، فيها آراء، كل من لديه رأي يتاح له هذا الرأي، كل ياخد فرصته، ومن خلال هذا النقاش نقدر نوصل لأفكار تحل مشكلات أو غيره، زي ما الرئيس كان بيقول على البحث العلمي والجامعات قبل ذلك. يعني هي الفكرة إنه بيقول سواء اللي موجود في السلطة يجب إنه يكون لديه إدراك ما يستهينش، لأن من يستهين بتقع الامور، وبدلا من ان احنا اي حد عاوز يحكم مفترض انه لا يدعو الى تخريب ما يريد ان يحكمه. وطبيعي انه احنا بنشوف ناس كل مهمتها ان هي بتحرض او بتنقل طاقه سلبيه او بتفقد الناس ثقتها في نفسها، واي شخص فينا حتى على المستوى الشخصي لو فقد ثقته في نفسه بيفقد توازنه وقدرته على اتخاذ القرارات السليمه. طبعا معناه انه اتاحه المعلومات دي جزء مهم جدا، والحوار جزء مهم جدا في مرحله بعد احنا ما قطعنا هذا الشوط، ايا كان اللي موجود بقى بعد كده. اعتقد ان هو يبقى مهم قوي انه يكون فاهم ورجل دوله وبيذاكر، مش بيقول اي كلام لمجرد ان هو يركب موجه او انه دوبعه في الفضاء الالكتروني. اكبر الموضوع اكبر من كده، والدول اكبر من كده، والامن القومي، الامن الاقتصادي، والطاقه طبعا. طبعا المعلومة الدور لا تدار بالأماني أو بالأحلام يعني. بالضبط. بشكر سيادتك، شكرا جزيلا للكاتب الصحفي أستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.